اهلا بحضراتكم من جديد. عمر ارجع البطوله العربيه. البطوله العربيه هي بطوله يعني فرحت الناس وكان اول لقب لينا. انتوا كنتوا رايحين البطوله حسيت هتكسبوها؟ هو احنا رايحين طبعا البطوله لسه ما انسجمناش مع بعض قوي، لسه ما نعرفش بعض قوي يعني، ولسه ما نعرفش المدرب كمان دماغه ايه، بس احنا كان عندنا من جوانا عارفين ان احنا ان شاء الله داخلين، احنا اتفقنا مع بعض داخلين لا هناخد البطوله، احنا داخلين فهم. من اول يوم لاخر يوم احنا داخلين ناخد البطوله، فرق كلها هنعمل مجهود، هنعمل اللي علينا، وربنا في الاخر يعني المكسب مع ربنا طبعا، بس احنا هنعمل اللي علينا وداخلين احنا يعني واثقين في كابتن اوستي جدا ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا هناخد البطوله. يعني دي كانت حلو حاجه جدا، يبقى في ثقه من الجهاز في اللعيبه ومن اللعيبه في الجهاز طبعًا. لعلمك موضوع طبعًا. العكس اللي هو من اللعيبه للجهاز، الثقه دي بتفرق، الناس طبعًا. مش حاساها بس ده حقيقه. لا طب قول لي اول تمرينه ليك مع مستر اجوستي، حضرت اول تمرينه بتضحك كده وانا يعني انت كنت جاي من المنتخب انا كنت جنبه لعبته ولم توفقوا في رواندا وجيتوا اول تمرينه بقى خلاص خدتوا 10 ايام راحه واول تمرينه اول تمرينه كان ايه بقى؟ هو اول تمرينه انا كنت مبسوط جدا بصراحه، يعني انا داخل الصاله حاسس ان انا لا انا مبسوط وحاسس ان انا عايز اتمرن، يعني انا أو انا يعني انا بحب اتمرن بس لا حاسس ان انا عايز اتمرن، عايز التمرينه حلوه جدا، تمرينه مفيده جدا، يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا بجد. اول تمرينه ايه النصايح اللي ادالك مثلا؟ مش لازم اول تمرينه يعني، هو نصايح اكترها حاجات في الديفنس بصراحه. يعني هو راجل دماغه بصراحه ذكي جدا وذكي جدا في الاوفنس كمان. يعني هو انا كبوينت جارد محتاج ابقى ذكي، هو بيديني الذكاء ده من بره بصراحه، انا بحس ان انا لا انا بتعلم منه، انا حاسس ان انا في الموقف ده هعمل كده، في الموقف ده ممكن اعمل كده. في الديفنس اكتر هو خلاني ان انا اتحرك احسن، اروح هنا يعني لما الكوره تيجي هنا اروح هنا، حاسس ان انا لا بفهم احسن. وخليني اقول لك برضو انت عملت حاجه كويسه جدا عمر بامانه، وجمهور الاهلي كله يعني فاهم ده، انت الهمسه بيحسبوا عليك ما شاء الله يعني انت فين كويس. لما كان البوينت جارد المحترف يعني انت حظك ان المحترف جاي في مركزك بس مع ذلك طبعا مستر اوجستي عامل روتيشن حلو، يعني مش سايبه طول الوقت في الملعب يعني تقريبا الملعب بيتنصف ما بينكم وما بين بعض. انت عملت حاجه كويسه جدا جدا جدا، ايه؟ في خروج تومسون ونزولك الملعب ما بيقعش، وبانت من البطوله العربيه، وانت كتبت بالموضوع ده شهاده ميلادك الحقيقيه. الحمد لله. صح ولا انا غلطان؟ هو يعني ده لازم حاجه اعملها، ان انا لازم كنترول الملعب مهما كان انا نازل امتى، يعني دي حاجه انا بعملها حتى لو مين بيلعب قبليا، يعني حتى لو انا لعبت الاول قبليه لازم انا برضو كنترول الملعب، ما ينفعش الملعب يقع باي شكل، يعني ما ينفعش تيرن اوفرز كتير ورا بعض، لازم مثلا 2 تيرن اوفر لا لازم الملعب يهدى، لازم دي يعني. وطبعا المجهود والديفنس ده كل ده هو اللي بيخلي الملعب ما يقعش بعد المحترف طبعا. وعجبني كمان ثقتك في نفسك انت بتتكلم فيها، يعني الثقه في النفس دي على فكره نص البوينت جارد، صانع العاب محتاج ثقه في نفسه، لو الفرقه كلها فقدت ثقتها بنفسها لازم الم طبعا، لازم الم الفرقه لو في اي مشاكل، لازم انا يعني هو على طول بوينت جارد اذا كوتش اون ذا كورت، ده كده معروف يعني المدرب هو المدرب البوينت جارد هو المدرب في الملعب، فلو في اي غلطات لازم انا الم اللعيبه، لازم مش فارقه سني يعني مش فارقه بلعب طبعا، كل اللي جنبي بنجوم طبعا طبعا وزملائي وحبايبي، بس لازم طبعا الم الفرقه لو في اي مشاكل بالظبط.